فنتابع هذه الكلمة. العبودية والاستغلال. السيد الفاضل والأخ الكريم أستاذ السي عبد الملك سلال، أهلا وسهلا ومرحبا بك مدير الحملة الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، زملائي أعضاء الأمل الوطني، أيها الحضور الكريم المكتوبة والمسموعة والمرئية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواء سرورنا وفخرنا واعتزازنا أن نستقبل أخونا الأستاذ عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية، الذي نكن له كل الاحترام والتقدير ونقول له أهلا وسهلا في بيت الأصالة والضيافة وحسن الاستقبال بيت الفلاحين. وباسمي ومن خلال كل إطارات الاتحاد الوطني للفلاحين وكافة الفيدراليات الوطنية والغرف الوطنية والغرفة الوطنية والصناديق الفلاحية والدواوين والجمعيات والمجالس المهنية، أن نتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن أوجه له أزكى التحية والتقدير وأرقى الشكر على ترشحه للانتخابات الرئاسية لشهر أفريل 2019، ونقول لفخامته إنه ازداد فخرنا واعتزازنا كأسرة فلاحية أنه لم يخب ظننا فيه ولم نحد يوما من مسارنا في الانتقاء أو راودنا شك في فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، الرمز بأنه أهل الثقة والعمل الصالح والوفاء بالعهد والوعد منذ أول ترشح له في سنة 1999. رغم الظروف القاسية للبلاد، إلا أنه هان عليه كل شيء من أجل الجزائر، كما هان عليه كل شيء وهو في ريعان شبابه في سبيل الجزائر، غير مبدل ولا مغير، حمل الجزائر في قلبه وضميره فأنتج ذلك مشاريع نفتخر بها وطنيا ودوليا وإنجازات بادية للعيان. عاهد فوفى، انتصر للجزائر فحقق الأمن والاستقرار والطمأنينية التي هي مفتاح النمو والازدهار، واستتب الأمن والسكينة في بلادنا والتأمت الجراح وعادت الأخوة تلف قلوب الجزائريين، وصار بفعل ذلك صوت الجزائر يعلو من جديد وبقوة في الساحة الدولية، وأصبحت المصالحة الوطنية مثالاً يحتذى به. أخ الكريم السي عبد المالك سلال، لقد كانت لفخامة رئيس الجمهورية محطات مشرقة مع الفلاحة والفلاحين. شرفنا بأول لقاء مع الفلاحين في سنة 1999 بفندق مونكادا، فازدادت قناعتنا في سدادة الاختيار. شرف الفلاحين والقطاع الفلاحي بلقاء سنة 2001 بزيرالدا، لتضع الرؤية الصاعبة المكانة القطاع الفلاحي في الاقتصاد والتزامه بتوفير الإمكانات اللازمة ليكون قاطرة للاقتصاد الوطني، منارة لخلق الثروة وتوفير الغذاء. شرفنا سنة 2009 بلقاء بسكرة التاريخي، لينطلق البرنامج الفلاحي وتبدأ ملامح السياسة الفلاحية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي. اطلع على انشغالات الفلاحين ومشاكلهم فرفع عنهم الغبن بمسح ديونهم التي أثقلت كاهلهم، فازداد الإنتاج وتحققت بوادر قدرة القطاع الفلاحي والفلاح على رفع التحديات وتوفير الخيرات. استجاب لنداء الفلاحين بحماية الأرض الفلاحية للحفاظ على مصدر قوتنا، فجعلها دستورياً، حملتها المادة 19 من الدستور، تحمي الدولة الأراضي الفلاحية، تحمي الدولة المصادر المائية. ومن خلال برنامجه الانتخابي على مر السنوات
خصص للفلاحة حصتها في كل المجالات السياسية والنشاطات ببناء السدود وتوفير عصب الحياة ألا وهو الماء، فإن استفاد من ذلك المواطن والفلاحة قدم الدعم والمساندة والمساعدة لأنشطة الفلاحة الاستراتيجية، منها على وجه الخصوص لتلتحق بالركب ليكتمل العمل ويتناسق الجهد من خلال السياسات والبرامج الفلاحية. وإنجازات لا ينكرها إلا جاحد أو طامع بسوء لغيره حتى يظهر بعض محاسنه، وهيهات أن يستوي الظل والحرور. السيد الفاضل مدير الحمل الانتخابية، نعتبر ترشح فخامة رئيس الجمهورية لعهدة أخرى بمثابة استكمال لمسار البناء والتشييد وتحقيق الوعود من إنجازات فلاحية، إذ نستطيع القول أننا اكتفينا ذاتياً في كثير من المواد الفلاحية، ولا زال العمل مستمراً للتكفل بتصريف فائض الإنتاج بمقومات تحويلية، ونذكر على ذلك الإنجازات الصناعية والاقتصادية وأمن وطمأنينة واستقرار تزخر به الجزائر في بلادنا منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية بالحكمة والرزانة والحكم الراشد. بالأمس كان المجاهد عبد العزيز بوتفليقة المرشح الحر اختيارنا عن قناعة، فرصدنا الجهد وبذلنا ما في وسعنا ليكون رئيسنا ورئيس كل الجزائريين، ونحن على العهد باقون، ندعمه في السراء والضراء لأننا نعتبره رمز التضحية ورمز الثوابت الوطنية وعنوان الجزائر الأبية. برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي نستشفه من خلال رسالة الترشح يمنحنا الرؤية الصائبة والمحاور الأساسية للإصلاحات السياسية وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساتهم، والشفافية في الاقتراع والنزاهة في الاختيار التي تعد مبدأ الديمقراطية التي تساهم في بناء الوطن. ونرفع من مشاركة المواطن ونثبت من مصداقية الوطن والناخب وترسيم رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية. كما فتحت رسالة الترشح للرئيس باب تكريس الواجب الوطني في تقديم الحسابات بالنسبة لجميع المسؤولين بمختلف مستوياتهم، والعمل على تمكين المعارضة من تجسيد دورها الدستوري وبالفعالية المطلوبة داخل البرلمان، وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في كل دواليب الهيئات الانتخابية والتنفيذية. وتؤكد رسالة فخامة الرئيس التي نعدها بمثابة برنامج انتخابي قوي لا يركن إلى الهوامش، بل يهتم بالأسس المتينة والعروة الوثقى كتوطيد أركان دولة القانون والحكم الراشد، والقضاء على آفات البيروقراطية بعصرنة الإدارة العمومية وفعاليتها، ترسيخ دولة القانون بدعم استقلالية العدالة ومكافحة الفساد ومكافحة الرشوة ومشاركة أكبر للمجتمع المدني في هذه المعركة. لهذه الأسباب وغيرها مما تشمله رسالة الترشح وما تحقق من مكاسب عديدة، ندعم فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ونعتبره الرجل المناسب للجزائر، جزائر الأمل، جزائر العمل، جزائر الاستقرار، جزائر الاستمرار. ونقول له كفلاحين إننا نساندكم وعضدكم في كل الظروف، فسر على بركة الله منتصرا لا محالة في هذا السباق الديمقراطي. ونقولها جهارا ونهارا، من يريد التغيير فليتوجه إلى صناديق الاقتراع، وكل ما يثار في الأثر من قديم عد رجالك وسقي الماء.
ويوم 18 أفريل موعدنا والميدان بيننا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.